عندما ندخل على السيد الشهيد الأخوة يعرفون من يلقى بالغرفة، يفتح لنا الباب سيد مرتضى سيد مهمل في البيت. وأنا كنت كثير الزيارات بسبب اللقاءات بسبب يعني بعض التكليفات، وهي نعمة من نعم الله. من يلقى السيد؟ أنا واحد من الناس أبقى واقف إلى أن يجي نص ساعة خمس دقائق ساعة ما لي علاقة، فيدخل قال لي حبيبي شلون إذا تأخر الساعتين يعني أفضل واقف حضرته؟ قلت له نعم. قال لكن هذا يؤذيني. قلت له يؤذيك أنا ما لي علاقة، أنا أعمل بتكليفي. قال لي جزاك الله خير الجزاء، إي ما أعرف أقعد. ذاك اليوم دخلت عليه لقيته قاعد قبلي، حالة غريبة عجيبة، حط ايديه على الحائط راد يقوم ما قدر. قال لي يا شيخ اعذرني لقد تركوني لوحدي، اقسم بالله اقسم بكتاب الله. يا شيخ اعذرني يريد يقوم، لقد تركوني لوحدي. بس انا ما عندي الجرأة اللي اقول له من هم هذول؟ اولادك اصحابك المراجع شوف العشائر ابناء الشعب العراقي القيادات ما ب 11 بالليل انتهى اللقاء بيني وبينك وامر. سيد مؤمل وصل الشيخ لاول مره. بس انا ما ارضى، لكنه امر ما ارضى ليش؟ لان ب 11 بالليل سيد مؤمل ابن محمد صدر يطلع ويرجع صعبه، والامن ما شاء الله مطبقين البيت ومطبقين البراني ومطبقين مسجد الراس ومطبقين كل مكان بمحمد الصدر سلام الله عليه يعني. فقلت له سيدنا لا انا عاده اخذ تاكسي من اورو. قال لا هذا اليوم يوصلك ويرجع. قلت سيدنا بس انا من يرجع شلون اطمئن عليه؟ شلون اعرف رجاء؟ لا سلاك موبايلات قبل، لا تطلع سوداء، لا عندي انا تليفون واخافه. قال يرجع يرجع مالك في امان الله. ظل قاعد على قعدته ما قام مع الاعتذار انه اعذرني ما اقدر اقول. فبعد انا السيد مؤمن استثمرته قلت له سيدنا شو القضيه؟ شنو صاير؟ ايش بيه السيد؟ قال الان كان طاهر حبوش مدير الامن العام وقائد العوادي ومدير امن النجف وحزب النجف ومدري شنو، شخصيه ما نعرفها موجودة الآن. قالوا له 5000 نسمة موجودة الآن في جامع المحسن تريد تنطلق للزيارة الشعبانية، وإذا انطلقت وطرت بغداد يعني 50,000 500,000 نهاية بغداد مستعدين أن نقطع رؤوسهم جميعا إن لم تعدل عن رأيك. ها وين يحكوا عن محمد صدر؟ وقالوا هو من الزيارة ابتكت. الله يرحمهم ميتين يم ربهم بعد يرحمهم كيفهم. أشهد ما بالله هذا الكلام من سيد مؤمن رحمة الله عليه يعني. أنا بعد ما تحملت عرفت من الخلوب بعدين أجهزت بالبكاء. صبرني الرجل عندما نزلت قال لي شيخنا، قلت له سيدنا فدوة أنا تليفون ما عندي بس أول الصبح أريدك تطمئني على وصولك. قال هو السيد مو قال لك يرجع يرجع؟ شنو السالفه شيخنا؟ وين يقينك؟ التفتت هاي المساله صح. وين يقينك؟ وصيه من وصايا السيد لكم في كل خطوه في كل حركه في كل سكنه في كل نفس في كل حرف في كل كلمه في كل جمله في كل تعامل مع المراه مع الأم مع البنت مع الابن مع الأب، أمرين خلي قدام الله قدامك وجهنم جواك. وصيته هاي لو مو وصيته وجهنم جواك، أبوك يصير سبب هلاكك في جهنم، أمك تصير سبب، وأمك وأبوك يصيرون سبب نجاتك فطاعة الوالدين.